وللحديث عن الواقع الحالي لمدينة بغداد التي تحتفل بيوم تأسيسها أو بذكرى تأسيسها وسط تدهور أوضاعها الأمنية والخدمية، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين السيد حارث الأزدي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله. بعد أن كانت بغداد منارة العالم وحاضرة الدنيا على مر تاريخها الإسلامي والتاريخ بصفة عامة، كيف تبدو اليوم في نظركم؟ حياكم الله وحيا الله قناة الرافدين، وشكرا لكم على هذه التغطية لبغداد التي تستحق منا كل حب واحترام. حقيقة بغداد حاضرة الدنيا وشاغلة العلماء وطلاب العلم. بغداد إلى الآن على الرغم من مرور عقدين من الزمن المر على بغداد، لازلنا إذا ضمنا محفل أو مهرجان ونقول لهم نحن من بغداد، يقف الحاضرون احتراما لبغداد لما تكتنزه ذاكرة العالم لهذه المدينة التي تستحق أن تكون تاج عواصم العالم. بغداد حاضرة في شوارعها وفي جوامعها وفي جامعاتها، حاضرة في علمائها الأفذاذ، حاضرة في صالحيها، حاضرة في أزقتها، حاضرة في أهلها الطيبين. إذا سكنت بغداد من غير أهلها فإن خرابا في المدينة حاصل. الذي حصل بعد 2003، الذين تولوا بغداد والذين مارسوا الحكم عليها لم يكونوا ينتمون إليها وإن كانوا يحملون الجنسية العراقية، لكنهم غير أمينين وغير أمناء وغير محافظين على هذا التراث العظيم. بغداد التي تتميز بلهجتها الجامعة لكل المدن العراقية، محببة للجميع، ينتسب إليها ابن الشمال كما ينتسب إليها ابن الجنوب. بغداد هي التي تضم جميع العراقيين في جامعاتها وأقسامها الداخلية والجامعات بشتى فروعها وشتى كلياتها كانت تجمع العراقيين في حضن بغداد. منها تعلمنا وفيها درسنا وعلى يديها تخرجنا ولها ننتمي مهما طال الزمن. لكن بماذا تفسر ما وصلت إليه الأوضاع في المدينة، هذه المدينة التي ما زال العراقيون يتغنون بها وبتاريخها الممتد؟ هناك كانت ليس محاولة، إنما هناك تعمد لتدميرها ولإيصالها إلى هذا الوضع المتردي على كل المستويات. نعم، هذا حق وهذا لا يختلف عليه اثنان. الاحتلال الأمريكي جاء إلى العراق ومعه مشروع التصفير، وهؤلاء الذين يعملون في مشروع الاحتلال الأمريكي ومعه المشروع الإيراني يعملون على طمس هوية بغداد وطمس هوية العراق من خلال ضرب اللحمة المجتمعية، من خلال طمس المعالم. وإلا بماذا تفسر تحطيم هذه المعالم التاريخية وطمسها وطمس هويتها من أجل أن لا يكون لبغداد تاريخ، لكن بغداد عصية عليهم. نعم، العمدية والقصدية في هذا المجال واضح جدا، لا يمكن لأي متابع أن يقول بغير ذلك. نعم، بحسب وزارة التخطيط سيد حارث، فإن الوحدات السكنية العشوائية تمثل 15% من مساحة بغداد. هذه النسبة الكبيرة من العشوائيات التي تضرب العاصمة وهي واحدة من أكبر المدن العربية، إلى ماذا تؤشر باعتقادك؟ بداية، يعني حتى لا يفهم الكلام أننا نتحدث عن الفقراء والمعوزين الذين يقطنون هذه العشوائيات. نعم. العشوائية هي عرض لمرض عضال. المرض العضال هو عدم التخطيط، هو المتاجرة بالعقارات من خلال المسؤولين، هو عدم بناء المجمعات السكنية
التي تضم الزيادة السكانية الطبيعية لكل مجتمع. لابد أن تكون الدولة لديها مخططات أن تجعل لمحدودي الدخل وأن تجعل للعوائل الفقيرة سكن يليق بهم. هذا كل هذا الأمر لا يوجد عند الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى اليوم. الذي يوجد منهم هو عملية متاجرة بأمن المواطن، بأمانه، بسكنه، بطريقة معيشته. فلذلك خلقت يعني شريحة كاملة من المعوزين والفقراء يضطرون إلى أن يعيشوا في هذه المجمعات العشوائية، والعشوائية في كل المدن في العالم تجري لها مخططات لإسكانهم، السكن اللائق والبناء العمودي أو البناء منخفض التكاليف حتى يستوعبوا هذه الزيادة. أما تركهم هكذا لتشويه معالم بغداد فلا يمكن أبدا. اليوم العشوائية التي نجدها في بغداد في كل الأماكن، يعني حتى في الجزر الوسطية بدأوا يعني يبنون أكشاكا ويبنون محلات، خنقوا بغداد وشوهوا معالمها. المناطق التي كانت تعد من مناطق الراقية قسمت إلى 50 مترا و40 مترا و30 مترا بحسب مقدرة العوائل على شرائها، مما شوه معالم المدينة. وهذه أيضا قصدية أخرى لأجل أن تكون المدينة مكتظة بالسكان ومختنقة. نعم، لكن المؤسف ضيف الكريم أن بغداد أضحت تصنف كواحدة من أسوأ عواصم العالم وأخطرها، بعد أن كانت تصنف بأنها منارة للعلم والعلماء، وحتى هذا في 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 عهود قريبة، يعني حتى في ظل الحصار لم تكن بغداد تصنف على هذا النحو المؤسف الآن. إلى أي مدى ساهمت الحكومات المتعاقبة ما بعد الاحتلال في الوصول إلى هذه التصنيفات الخطيرة؟ نحن إذا ذكرنا الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال فهي شبيهة بكلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما جاءت حكومة وضعت المسؤولية هذا التخبطات وهذا التقصير وهذا الإخفاق على الحكومة السابقة، ويبدأون بعملية تصوير وإعلام وما إلى ذلك ومحاسبة بعض الموظفين الصغار، ثم بعد ذلك يبدأ العمل الحقيقي الذي هو النهب والسلب والإثراء على حساب المواطن. الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تردي الحال والمعيشة في بغداد. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ حارث الأسدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان.